في نشرة الأخبار من ليبيا الحدث. إذا تركيا وضعت حكومة السراج في المأزق بعد ترحيب دولي كبير جدا بالمبادرة التي بدرت بها القاهرة. موقف حكومة فايز السراج الآن دوليا والدور التركي السياسي الذي تحاول أن تلعبه أنقرة، تفضل. بك وبالمشاهدين الكرام، أولا هذه المبادرة تم دعمها من مصر، إنما هي مبادرة تم التنسيق فيها ما بين القائد الأعلى والقائد العام، وأرسل القائد العام عدد من العسكريين ولجنة سياسية، وارتقت تشين على مدى 3 أو 4 أيام في أواخر أيام رمضان، وتناقض عن هذه اللقاءات هذه المبادرة. تم اعتمادها في مصر والإعلان عنها بشكل رسمي بحضور أمين عام جامعة الدول العربية وسفراء الدول الصديقة والشقيقة، وبدأت ردود الأفعال الدولية آخرها منذ ساعة اتصال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب الرئيس السيسي، وأبدى أنه يدعم هذه المبادرة وأن لا حل في ليبيا إلا الحل السياسي. وهذا الرأي وهذا الاتجاه هو أيضا اتجاه القيادة العامة ومجلس النواب، لأن أي أحد يتحدث عن حلول عسكرية هو كلام غير منطقي. حتى القيادة العامة عندما ذهبت بقواتها وعتادها وجنودها وعسكرية إلى طرابلس محاولة إنهاء تواجد الميليشيات، تفكيك هذه الميليشيات، جمع السلاح الثقيل والعتاد العسكري تحت سلطة القوات المسلحة، ثم ندخل في تفاوض سياسي لحل سياسي. يعني حتى الذين يدعون أن القيادة العسكرية ترغب في حلول عسكرية للدولة الليبية وفرض إملاءات وآراء عسكرية، هذا كلام غير صحيح، وإنما شعارات يرغب الإخوان المسلمين وغيرهم بخلط الأوراق فيها. الأمر الثاني أن القيادة العامة متواجدة وحضرت مبادرة دعم الحل السياسي في مصر، ورجع السيد مشير ثاني يوم، وكان بالأمس في لقاء مع سياسيين أوروبيين، وقبل في لقاء مع سياسيين أمريكان، واليوم السفير الألماني. يعني الصف المعادي والأخوان المسلمين وغرف الأخوان المسلمين في قطر وفي اسطنبول وفي لندن الذين يدعون أن المشير لن يحضر وأن تم إخفاء المشير، هذا كله حرب إعلامية وتعبئة لشعب لجمهورهم ومريديهم من الأخوان المسلمين. ونحن نعلم أيضا أن منصات الأخوان المسلمين في العالم، سواء المصريين سواء الفلسطينيين سواء السوريين سواء المغاربة الجزائريين، كل الأخوان المسلمين في تونس في غيرها، هم الآن معركتهم معركة كسر العظم في ليبيا، يرغبون في السيطرة على ليبيا والاستحواذ على ليبيا، ولديهم بيادق في ليبيا هي جماعة الأخوان المسلمين الليبية، ولكنهم كلهم ينتقلون إلى مكاتب الإرشاد. نعم سيد علام. نعم إذن ربما قطع الاتصال، شكرا جزيلا لك سيد علام الفلاح المحلل السياسي، كنت معي عبر الهاتف من بنغازي.